متابعي متابعات الوضوح، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في واحد الفيديو اللي هو يعني واحد الفيديو كرساله للحكومه المغربيه. توصلنا بواحد الخبر اللي هو وصول 18 او 20 شاب على واحد الزورق مطاطي، من بينهم ابناء مدينه زايو والاقليم الناظور. كاين اللي مزايو، كاينين اللي منطقه اخرى. حنا اللي كنا كنترقبوا يعني نهار اللي مشاو للبحر، الامهات ديالهم، العائله ديالهم، الاصدقاء ديالهم كيسولوا واش وصلوا، واش ما وصلوش، واش وصلوا، واش ما وصلوش. واحد الخوف، واحد الكابوس كانوا كيعيشوا العائلات وخاصه الوالدين. كل هذا واحد الرساله للحكومه باش تعيد النظر في هاد الشباب هادو اللي راهم كيمشيو، كاين اللي كيمشيو في جيسكي، كاين اللي كيمشيو سباحه على مليليه، باش غادي يمشيو عاد مليليه شو باش غادي يقبلوهم يديوهم لاسبانيا. شفنا الشاب المنقذ، السباح المنقذ اللي هو كان يشتغل في السعيديه، ابن قابوياوا، اللي لقى الحتف ديالو غرقا فيما ان الصديق ديالو سلك. شفنا بزاف ديال المآسي، مود ان سبته ومليليه تبلعت، ما كاينش البديل. اذا الشباب راهم كيمشيو، والسؤال المطروح هاد الشباب اللي كيمشيو كيوصلوا لاسبانيا، وماذا بعد؟ واسمو غادي يلقاو هنا في الفيديو. غادي تشوف التعامل الانساني اللي كيتعاملوا معاهم الحكومه الاسبانيه، علاش كيتعاملوا بهذه الطريقه انسانيه وكذا، بروتوكول السياسه، لان هناك كاميرات تصور. باش نكونوا واضحين، هناك كاميرات تصور على ذاك الشيء، راهم كيبينوا لكم بالاداب وكذا، ومنزلت انت هاك انت الكمامه، ها انت. شفنا كيفاش كيتعاملوا مع المغاربه، شفناهم في الحدود ديال مع سبته ومع مليليه. ما يغويكمش هذا التعامل ديالهم، انهم زعما راهم مرحبين بكم، وما تغووش الشباب اخرين باش يلتحقوا مع هاد الشباب. نخليكم مع هاد اللقطات وغادي تشوفوا يعني واحد يعني ما بغيناش حنا هاد الشباب هادو يجلسوا هنايا في البلاد ديالهم. لو كان لقاو الخير في البلاد ديالهم غادي يمشيو للبلاد ديال اوروبا. كما قلنا واحد الرساله موجهه للحكومه المغربيه باش تشوف الناس اللي تحد من البطاله، دير مشاريع، الناس يدير لهم البديل، دير المشاريع فين غادي يخدموا الناس. علاش حنا غادي نمشيو نذلوا راسنا عند السبنيول ولا عند الفرنساويين ولا الالمانيين؟ يعني نكونوا واضحين، ولا بغات لهاد الحكومه تخدم على الاقل، على الاقل يوفيو بالعهود اللي عطاو. الواحد الدراري.